الله وبركاته. إن شاء الله الصوت واضح. الله يعطيك العافية جميعا. طيب إخواني، اليوم إحنا يعني رايحين نراجع مع بعض هذه المحاضرة. هدفي بعون الله تعالى إنه نحسن يعني أو نسهل عليكم ما يأتي في الاختبار إن شاء الله. راح ناخذ بعض خليها على طريقة أسئلة، بس تكون أسهل لكم على طريقة أسئلة وأجوبة، بتكون أفضل يعني التسهيل إن شاء الله. واضح؟ بلاش نركز على نقاط معينة، بس يعني هذا لا يعني انه السؤال يعني الصوت واضح، الصوت الغربي. يوسف شوف عندك شو المشكلة، الصوت بعيد، شوف شو عندك. يلا نبدأ. جاهزين نبدأ. ما في شيء بعد كم جول. الآن بداية، نبدأ هيك زي يعني خليه. نعم، هذه الأسئلة فقط لا غير، هي أسئلة للتعويض على أسئلة الاختبار، طبعا مهمة، نقاط كثير مهمة. نعم إن شاء الله، يعني للتعويض على أسئلة الاختبار. الملخص اللي بين أيديكم هو الشامل فقط لا غير، اليوم فقط للمساعدة، زي عملية مراجعة، يعني نراجع مع بعض بعض النقاط هيك الرئيسية على شكل أسئلة إن شاء الله للتسهيل. رايحين نسأل مجموعة يعني بدل ما نعطيكم نقاط مهمة. لا لا يا يوسف، لا لا تكفي، لا تكفي نهائيا للاختبار. هذه الأسئلة ممكن ما يجيش منها ولا سؤال، أو أسئلة ممكن تكون قريبة منها. واضح؟ فقط لا غير هي لعملية التسجيل. نحن أعطيناك النقاط الرئيسية موجودة عندكم في النقاط الرئيسية موجودة في الملخص اللي بين أيديكم، هذا هو الشامل. هذا هو الشامل للاختبار. غير هيك اليوم محاضرة اليوم فقط عملية مراجعة. عملية يعني مش مراجعة، حتى عملية تعويض على الأسئلة فقط لا غير. واضح؟ يعني غير مفيدة إنها تكون شامل للاختبار، هي بتساعدك في الاختبار ولكنها غير شامل، عشان بعض الإخوان بيسأل هل هي كافية؟ ممكن تقول الدكتور عطا الله يعني أعطانا أسئلة وما إجا ولا سؤال منها. لا، إحنا هدفنا تدريب، يعني عملية تدريب فقط لا غير على طريقة الأسئلة، ممكن تكون ولا سؤال يجي منها. واضح؟ أنا الشامل عندي ما أخذته إياه بالمحاضرة الأخيرة اللي هي المحاضرة الثامنة الملخص. نعم. نعم هي المحاضرة السابقة هي الشاملة لكل شيء، نعم. لكن الأسئلة اليوم غير شاملة، اليوم فقط لا غير مساعد يعني نوع من التسجيل. يلا بدنا نبدا مع بعض ان شاء الله بعض الاسئله، اذا كنتم جاهزين ان شاء الله. يلا 1 2 3 بدأنا. هي محاضره المراجعه ما اتت المحاضرات الحيه، نعم ما اتت المحاضرات الحيه كامله من بدايه الفصل كله مهم، لكن احنا حكينا لكم ان شاء الله انه يعني المحاضره الاخيره كانت مهمه جدا لان فيها تفاصيل كثيره. يلا نبدا الان بشكل عام. هي خلينا ناخذ السؤال، السؤال الاول اللي ناخذه من اسباب الازمات القانونيه بشكل عام. 1 او الف سياسات منظمات الاعمال اتجاه الحكومه، سياسات منظمات الاعمال اتجاه منظمات الاعمال، سياسات الحكومه اتجاه منظمات الاعمال، سياسات المجتمع اتجاه منظمات الاعمال. شو أسباب الأزمات الاقتصادية القانونية اللي رجعنا إلها؟ شو السبب؟ واضح؟ الآن هذا السؤال الأول. إذا الجواب سهل معروف إنه شو الجواب؟ نعم، إذا السؤال هو سياسة المنظمة، نعم، اتجاه سياسة الحكومة. زي ما جاوب زميلكم. والله المشكلة إنه في كثير من الطلاب شكوا
إن المحاضرة الثامنة غير مسجلة. أرجو إنه يعني يكون في متابعة مع العمادة، يعني هذا أمر تقني. أمر تقني. يلا ناخذ سؤال صح وخطأ هيك بشكل سريع أيضا. يركز المنهج المتكامل لتشخيص الأزمات على أن كل أزمة تمثل حالة مستقلة. يركز المنهج المتكامل على تشخيص الأزمات على أن كل أزمة تمثل حالة مستقلة، شو رأيكم؟ يا أخت نورا، أنا شرحت حكيت إنه المراجعة اللي تمت هي مهمة. طبعا خطأ يا محمد، خلينا على الأسئلة الآن. الموضوع المحاضرة الثامنة كانت مراجعة فيها نقاط هامة. طيب ممتاز، ناخذ كمان سؤال خط صح. طبعا أزمة الحوادث الصناعية تعتبر من أزمات الأعمال، صح ولا خطأ؟ طبعا صح. ارتفاع سعر أحد عوامل الإنتاج تعتبر من الأزمات، ألف المعنوية، ب ذات التأثير الجوهري، جيم ذات التأثير الهامشي، د المادية، شو رأيكم؟ ذات التأثير. السؤال طيب، ارتفاع سعر أحد عوامل الإنتاج تعتبر من الأزمات، المعنوية طبعا لا، ذات التأثير الهامشي، ذات التأثير الجوهري طبعا لا، الجوهرية، الجوهرية كوارث كذا حكينا، المادية. إذا الجواب مبين إنه إيش؟ ليش مادية؟ هامشية. حكينا إحنا يا إخوان، حكينا إحنا لما شرحنا عن الموضوع الهامشي، لما قلنا إنه ارتفاع سعر أحد عوامل الإنتاج، هي هذه المشكلة المادية بتكون فلوس، هنا ارتفاع سعر أحد عوامل الإنتاج، هل هي تأثيرها معنوي ولا مادي ولا هامشي ولا جوهري؟ لا، هي تعتبر تاثير هامشي، لانه شيء عوامل ثانيه ارتفع بالدوله، ارتفع عالميا، لما ارتفع سعر البترول او ارتفع كذا، لكن ليس تاثير جوهري على الدوله كامله انه بياثر عليها زي الكوارث، الحروب، الكلام شيء. اذا هامشيه. ناخذ سؤال، نموذج من النماذج الفاعله لإدارة الأزمات يركز على تشكيل فريق متخصص في إدارة الأزمات وتحديد الأدوار بدقة ووضوح. هو طبعا باللغة الإنجليزية تكتب ورقة مثل فينك نود با نود أند توكو جين ماير ودال ستار. من هو يعني؟ اللي هو باخ، مش هيك باخ السؤال؟ وحكينا هذول النقطتين وضحناها، إذا الجواب باخ. إذا نموذج من النماذج الفاعلة لإدارة الأزمات يركز على تشكيل فريق متخصص في إدارة الأزمات، حكينا إنه نود أند توكو اللي بركز على تشكيل فريق متخصص في إدارة الأزمات وبحدد الأدوار بدقة. طب سؤال برضه سريع، عدد النماذج الفاعلة لإدارة الأزمات هي، شو رأيكم؟
واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، كم نموذج النماذج التالية داخل الجمعات؟ نماذج فاعل لإدارة الأزمات يا إخوان حكيناها. كم نموذج؟ حكينا 5 نماذج. إذن 5 نماذج. حكيناهم والنموذج العام اللي عندناهم الآن والنموذج العام لإدارة الأزمات. طيب، مجموعة الإجراءات والبدائل المحتملة من أجل مواجهة الأزمات المتوقعة هي ألف السيناريوهات، ب البدلات، ج التوقعات، د الاحتمالات. شو رايك؟ سهلة. ما يوجد التوقعات سيناريو طبعا ممتاز. عبد الله الرئيس، السيناريوهات هي ما ذكر. نعم، الإجابة صح. طيب ناخذ سؤال أيضا. من العناصر الأساسية للأزمة، عناصر الأزمة عارفينها كلها، من العناصر التوقع، ألف ب التهديد، ج الوضوح، د الشفافية. إذا الجواب ده مش هيك؟ الجواب ده التوقع، الجواب ده من العناصر الأساسية للأزمة التوقع، مش لا ملوش علاقة، الوضوح مش واضحة في حال التوقع، شفافية لا، إذا التهديد من عناصر الأزمة، من عناصر الأساسية التهديد. إذا الجواب ده نعم. أسلوب كمي لإدارة الأزمات يركز على أن نجاح أحد أطراف الأزمة يعتمد على خسارة الطرف الآخر. من هو بيعتمد؟ أو الأسلوب الكمي معروف عنه، هي مجموعة من الأساليب اللي هم المحاكاة، نظرية المباراة، مباراة برمجة خطية، أرقام قياسية. من هو الخسارة ونجاح؟ نلعب قدم. طبعا المباراة نظرية ايش؟ المباريات. طيب، أسلوب كمي لإدارة الأزمات يركز على أن نجاح أحد أطراف الأزمة بيعتمد على خسارة الطرف الآخر. طبعا هو أسلوب المباراة. طب لو سألنا سؤال، منهج المتكامل لإدارة الأزمات يركز على تحويل الأزمة من سلبية لإيجابية بأي مرحلة؟ المنهج المتكامل لإدارة الأزمات يركز على تحويل الأزمة من سلبية لإيجابية في مرحلة إيش؟ الاختراق ولا التحكم ولا السيطرة جيم ولا التوجيه دال؟ أي مرحلة بركز؟ نعم، إذن بالمرحلة الأخيرة وهي مرحلة التوجيه. خلينا نسأل هيك سؤال، ما هي المرحلة الأولى من مراحل المنهج المتكامل لإدارة الأزمات؟ ما هي المرحلة الأولى؟ قطع دائرة، المرحلة الأولى من مراحل المنهج المتكامل لإدارة الأزمات، أي مرحلة؟ نعم،
جيم، أنا حكيت لكم مثلا واحد التمركز النفسي، ألف باء الانتشار، جيم الاختراق، دال التوصيل. إذا نختار الانتشار في الدكتور حكيتوها بدون سعرات. الجواب نعم جيم. طب لو افترضنا الآن إنه أعطيناكم مجموعة من الأساليب الغير تقليدية لإدارة الأزمات، السؤال بيحكي يعتبر إحدى ما يلي ليس من الأساليب غير التقليدية لإدارة الأزمات: ألف الاحتياطي التعبوي، باء المشاركة الديمقراطية، جيم تصعيد الأزمة، دال بخش الأزمة. كل الأساليب الموجودة هون من السؤال مطلوبة إنها غير تقليدية إلا واحد، هو أسلوب تقليدي. ما هو هذا الأسلوب بالنسبة لكم؟ نعم، إذا أعيد السؤال، يعتبر إحدى ما يلي ليس من الأساليب غير التقليدية، ليس من الأساليب غير التقليدية لإدارة الأزمات: ألف الاحتياطي التعبوي، باء المشاركة الديمقراطية، جيم تصعيد الأزمة، دال بخس الأزمة. إذا الجواب واضح اللي هو كلهم أساليب غير تقليدية باستثناء بخس الأزمة اللي هو دال. طب هذا أسلوب بخس الأزمة متى يستخدم؟ عندما تكون الأزمة متى؟ ألف متأخرة في التجارة، حدث عابر وغير مهم، حدث مهم في شدة العنف، شو رأيكم؟ إذا جيم. نعم، الجواب هو جيم. أزمة الولاء التنظيمي في المنظمة تعتبر من الأزمات: ألف المادية، باء المعنوية، جيم المادية المعنوية، دال المعنوية المادية. نعم في الجواب، الجواب ده نعيد السؤال مرتين زي ما سألت. أزمة الولاء التنظيمي في المنظمة تعتبر من الأزمات: ألف المادية، باء المعنوية، جيم المادية المعنوية، ودال المعنوية المادية. سؤال آخر ناخذ: تكتيك التصعيد الأفقي يعني اختيار مصدر واحد لتوليد التأثيرات الأزموية، ب اختيار مصادر متنوعة داخلية وخارجية، ج إيجاد مصادر لصنع الأزمة، د إيجاد بؤر لصنع الأزمة. تكتيك التصعيد يعني ألف اختيار مصدر واحد لتوليد التأثيرات الأزموية،
باء اختيار مصادر متنوعة داخلية وخارجية، جيم إيجاد مصادر لصنع الأزمة، دال إيجاد بؤر لصنع الأزمة. إذا الجواب هو ب، مش هيك؟ إذا الجواب ب. عدت السؤال يا زين، ما بدي أقدر نعيد نفس السؤال؟ سوا بعدين. نعيده مرتين قاعدين، مرتين، السؤال صرت أقرأه مرتين عشان التسجيل عليه. يلا. طبعا احنا بالعادة 40 سؤال محمد. تكتيك التصعيد الأفقي يعني ألف اختيار مصدر واحد لتوليد التأثيرات الأزموية، زميلكم طلبت هاكر، باء اختيار مصادر متنوعة داخلية وخارجية، جيم إيجاد مصادر لصنع الأزمة، ودال إيجاد بؤر لصنع الأزمة. نروح السؤال الجديد. الشائعات السلبية حول المنظمة تعتبر من أسباب الأزمات، ألف السياسية، ب الاقتصادية، جيم المالية، د الاجتماعية. إذا الشائعات السلبية حول المنظمة تعتبر من أسباب الأزمات، ألف السياسية، ب الاقتصادية، جيم المالية، بدال الاجتماعي. طبعا الجواب هو دال. هاي يكفي ولا كمان لكم أسئلة؟ تكون معي. نعم يكفي. طب كمان سؤال يحبك. طيب ناخذ كمان سؤال. نوخ السؤال. نعم. من أسباب الأزمات المالية، واحد الانقلابات، اثنين الحروب، ثلاث توفر السيولة، أربعة أو دال عدم توفر السيولة. إذا من أسباب الأزمات المالية، ألف الحروب، باء الانقلابات، جيم توفر السيولة، وباء عدم توفر السيولة. شو الجواب؟ طبعا عدم توفر السيولة المالية اللي هو الجواب. نعم. الأخير سؤال جديد. يعتبر انخفاض الروح المعنوية بين العاملين في المنظمة من أسباب الأزمات، ألف السياسية، ب القانونية، ج الاجتماعية. الجواب خطأ. لازم أذكرك واحدة ثانية. كيف الاجتماعية؟ نقرأها مرة ثانية.
في واحدة لازم تنذكر، نقطة لازم تنذكر، تنظيمية مش هيك؟ مرة ثانية بقرأ السؤال نشوف مشان تتعلم. يعتبر انخفاض الروح المعنوية بين العاملين في المنظمة من أسباب الأزمات، سياسية طبعا لا، اجتماعية طبعا لا، قانونية طبعا لا، اقتصادية طبعا لا. إذا هي تعتبر من أسباب انخفاض، من أسباب الأزمات التنظيمية، التنظيمية ارجع عليها تلاقوا التنظيمية. خلينا ناخذ سؤال من مظاهر الرواج الاقتصادي، من مظاهر الرواج الاقتصادي انخفاض الشامل بالأسعار، ولا الانهيار الاقتصادي، ولا الارتفاع الشامل للأسعار، ولا الإفلاس، ولا الحروب؟ 5 خيارات من مظاهر الرواج الاقتصادي. مظاهر الرواج الاقتصادي حكيناهم. نعم نعم صح. إذن هاي من مظاهر الرواج الاقتصادي اللي حكيناها، اللي هي الارتفاع الشامل للأسعار. ما في انخفاض، بيكون في ارتفاع شامل للأسعار. سألناكم ما هي المرحلة الأولى من مراحل المنهج المتكامل لإدارة الأزمات؟ هي أي مرحلة؟ المرحلة الأخيرة من مراحل المنهج المتكامل لإدارة الأزمات هي مرحلة إيش؟ طيب لو سألنا عن الحادث، الحادث هل هو ايش؟ حالة فجائية ولا حالة متوقعة؟ هل يتسم بالاستمرارية ولا لا يتسم بالاستمرارية؟ شو خصائصه؟ واضح؟ إذا من خصائص الحادث بأنه إيش؟ لا يتسم بالاستمرارية، لا يتسم. إذا لا يتسم بالاستمرارية، يعني السؤال ممكن يجي بطريقة من خصائص الحادث بأنه ألف حالة فجائية، ب يتسم بالاستمرارية، جيم لا يتسم بالاستمرارية، د حالة متوقعة. شو الجواب؟ نعم عبد الله الرئيس، أسرع واحد بالإجابات. لا الجواب جيم، الجواب هو جيم. نجوى فجائية، الآن نقرأه مرة ثانية. عطية الزهران.
من خصائص الحادث، لأنه ألف حالة. ارجعوا على التلخيص، حالة فجائية يتسم بالاستمرارية، حالة متوقعة لا يتسم بالاستمرارية. خصائص الحادث الحصيلة الأساسية له وأنه لا يتسم بالاستمرارية، لا يتسم بالاستمرارية. إذا الجواب هو جيم. إذا الجواب هو جيم، واضح؟ من صفات، واضح عبد الله يسير حاله بجامعة. أنا حكيت من صفات، إذا لا يكون له ابتدالات، إذا النقطة الأساسية أنه لا يتسم بالاستمرارية، هذه الخاصية، واضح؟ إحنا حكينا عن خصائص الحمد. ارجع التخصيص الذي أنه لا يتسم بالاستمرارية. خصائصه أنه لا يتسم بالاستمرارية. لا، الجواب هو لا يتسم بشكل هذا السؤال، لا يتسم بالاستمرارية. ارجع للتلخيص لتأكد انه حالة فجائية ذكرتها. هي حالة الحادث تكاثر فجائي صور التلخيص، هي حالة غير متوقعة، واضح؟ من خصائص الحادث انه لا يتسم بالاستمراريه. كتعريف ولا يكون له امتدادات جوهريه، واضح؟ الصفه الرئيسيه صفات الحادث مثل ما ذكرنا من الصفات الاساسيه بانه لا يتسم بالاستمراريه، هذا هو الجواب. جزاكم مثل هذا الجواب، واضح؟ وليس حالة فجائية، حالة هو الحادث من صفاته ذكرنا أو من مميزاته أو من صفاته أنه لا يكون له امتدادات جوهرية، واحد، تختفي آثاره مع اختفاء نتائج الحدث ولا يتسبب الاستمرارية، لكن إذا عرفنا أقول الحادث حالة فجائية غير متوقعة، واضح؟ وضحت يا شباب؟ إذا من الصفات بأنه لا يكون له امتدادات جوهرية، تختفي آثاره مع اختفاء نتائج الحدث، أي أنه لا يتسم بالاستمرار، هذه الصفة. واضحة؟ نعم، إذا حالة فجائية المجاوب خطأ. هذا احنا عرفنا بالتعريف، لكن بالصفات احنا ذكرناها، من صفات وحكينا بالحرف الواحد. نرجعوا للتلخيص. لا يكون له امتدادات جوهرية وتختفي آثاره مع اختفاء نتائج الحدث. هاي صفاته. أي أن الصفة الرئيسية له لا يتسم بالاستمرارية. هذا هو الجواب. نعم كمل. وقفت كثير عند هاي النقطة. يعني واضحة كثير. أنا ما في شيء صفات احنا ذكرنا الصفات تختلف هاي عشان انه تكون واضحين. البدائل التي بلاش تحكي، البدائل التي يمكن استخدامها لمواجهة الأزمات المتوقعة تسمى ايش؟ توقعات، سيناريوهات، بدلات، استعدادات. شو رايكم؟ هي طبعا السيناريوهات. يعني في لو ذكرنا احدى ما يلي ليست من العوامل المؤثرة، ما ظل شوي
ما هي ليست من العوامل المؤثرة في رسم السيناريوهات الناجحة لإدارة الأزمة. تحليل البيئة الداخلية طبعا ضروري، تحليل البيئة الخارجية ضروري، الإمكانيات البشرية والمادية طبعا ضروري، نشر الثقافة العامة طبعا هي ليست من العوامل المؤثرة في رسم السيناريوهات. واضح؟ إذا السؤال بعيد مرة ثانية، ليست من العوامل المؤثرة في رسم السيناريوهات الناجحة لإدارة الأزمات. ألف تحليل البيئة الداخلية ب تحليل البيئة الخارجية، ج الإمكانيات البشرية والمادية، د نشر الثقافة العامة. إذا هي نشر الثقافة العامة. سؤال ثاني عن السيناريوهات، التفصيل الكامل لأدوار وتحركات كل عضو من أعضاء فريق الأزمة شو يسمى؟ شو نسميه؟ معدل سيناريو الأزمة، ولا رقابة سيناريو الأزمة، ولا هيكل سيناريو الأزمة، ولا تنسيق سيناريو الأزمة؟ شو رأيكم؟ هيكل، هيك؟ جواب هيكل. نعم، صح، هيكل سيناريو الأزمة. طيب، بالتليفون، مضى الشرط يا إخواني. آخر سؤال الآن، آخر سؤال. اتجاه من اتجاهات إعلام الأزمة يركز على توجيه أصحاب المصالح لتبني مواقف محددة وسلوكيات معينة، هو الاتجاه، اتجاه من اتجاهات إعلام الأزمة يركز على توجيه أصحاب المصالح لتبني مواقف محددة وسلوكيات معينة، هو الاتجاه. ألف الإرشادي، ب التنفيذي، ج الإخباري، د التنسيقي. شو رأيكم؟ ألف الجواب، مش ألف الجواب هو ألف. الله يعطيكم العافية، وإحنا حاولنا في مجموعة الأسئلة هاي إنه نيسر قدر الإمكان عليكم، يعني بحيث إنه تكون الأمور سهلة. سؤال أخير، من أفضل الطرق التي يجب اتباعها للتعامل مع الشائعات؟ من أفضل الطرق التي يجب اتباعها للتعامل مع الشائعات؟ ألف عرض الحقائق بشفافية، ب الغموض، ج تصديق الشائعات، د إخفاء الحقائق. شو رأيكم؟ الجواب طبعا ألف عرض الحقائق قلنا بشفافية. نعم الجواب. يعني هذه بعض الأسئلة، ذلك لا يعني يا إخوان إنه يعني هذه هي الأسئلة أو نتيجة، لكن هي فقط لا غير للتسهيل يعني عليكم في الاختبارات. مثلا تتميز مرحلة نضوج الأزمة بالصدام البسيط من قوى الأزمة مثلا، ولا أحداث تغييرات طفيفة، والاختفاء تدريجي، والصدام العنيف. معروف انه طبعا الصدام العنيف المرحله تسعى فيها المنظمه لاسترجاع قوتها وكفائتها وفاعليتها، اي مرحله، المرحله تسعى فيها المنظمه لحصر الازمه ومنع تفاقمها في اي مرحله. يعني هاي الاسئله بشكل عام زي هيك بتكون نوعيات الاسئله، متى يستخدم اسلوب تنفيس الازمه، متى يستخدم اسلوب تقصي الازمه، متى يستخدم اسلوب احتياط التعبوي، متى يستخدم اسلوب كذا، كل امور بسيطه ان شاء الله وسهله وبسيطة بعون الله تعالى. طيب لا لا بدناش حد يتخربط يا اخوان الاسئله بشكل عام، بدناش حد يتخربط الاسئله، او انه هذه الاسئله فقط لا غير عشان نعلمكم كيف طريقه الاسئله فقط لا غير، ما في اي أسئلة العوامل قد تكون قريبة، لكن أنا بحكي لكم بصراحة أفضل شيء هو الملخص، أفضل شيء هو الملخص الموجود بين أيديكم، يعني يكون هو أفضل شيء اللي هو المحاضرة الأخيرة ركزنا على النقاط إن شاء الله أن تكون سالمة. لا ركزوا على المحاضرة الأخيرة كان فيها تركيز على النقاط، إن شاء الله إن شاء الله بعون الله الفصل القادم.
الله يعطيكم العافية جميعا، و يعني تشرفت بالتعرف عليكم والتعامل معكم، وإن شاء الله نشوف يعني ردة فعل. بس بسأل سؤال أخير، متى اختباركم؟ بكرة أي ساعة؟ الملخص اللي بحكي عنه هو أي نازل في المنتدى، نزلوه زملائكم. هاي عطية تابع فيها العمل. أربعين سؤال بكرة أي ساعة اختبار؟ الساعة 10 يعني 10 صباحا يعني. لأي ساعة؟ ال 12 ظل؟ من 10 حتى الساعة 8. الله يوفقكم جميعا، و نتمنى لكم الخير إن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله، وتكملوا أيضا لمن يرغب الدراسة ومن يعني يكون عنده اختبارات أو رغبة في الوظيفة إن شاء الله يتوظف. نتمنى لكم الخير ويعطيكم العافية، والسلام عليكم.